اليوم افتتاح هذا المنتزه ديال 4 القطارات من طرف السيد العامل ديال اقليم النواصر في مدينه الرحمه، وهذا مكتسب زوين للساكنه ديال الرحمه اللي كتفتقد المنتزهات فيهم مرافق اللي كتطلب الحاجيات ديالهم. هذا المنتزه ديال 4 القطارات تم الانجاز ديالو في 4 شهور، وواحد القيمه الماليه ديال 14 مليون درهم. كاين يتقسم على جوج، الشطر الاول الجهه الاولى هي المدخل لاستقبال المواطنين، والجهه الثانيه هي مرافق رياضيه. الوغ المرافق الرياضيه كتتكون من 3 ديال ملاعب القرب، 2 ديال ملاعب متعدده التخصصات، كره الحديديه لا بيتونك، وكره والباسكت، والرياضيات لتقويه الاجسام الفيتنس. بما ان فيما يخص الجهه اللي هي الاستقبال، فتتكون من استقبال بكراسي وفضاءات للتجوال، فيها بحيرات، فيها العاب الاطفال، واهم حاجه اللي كاينه في هذا المنتزه هو يعني المواطنين يمكن لهم يديروا واحد الفوتينغ ديال 3 الكيلومتر، اللي يمكن له يديروا على 2 مرات، 3 أو 4 مرات على حسب الاستطاعه ديالهم البدنيه. منشات جميله كالطاهي، ملاعب اللي كاينين في انفا، والمنتزهات اللي كاينين في مدينه الدار البيضاء الكبرى، اللي صراحه بدينا كنحسوا ان مدينه الرحمه كتخرج وكتفرض نفسها داخل الخريطه ديال مدينه الدار البيضاء او المملكه المغربيه ككل، لا من ناحيه المنشات، لا من ناحيه الطرق اللي بدات كتهبط ان شاء الله. وكنبغي نشكر كذلك السيد عامل اللي عطى اهتمام ديالو الخاص لهذا المشروع هذا، له السيد رئيس جامعه الدار بوعزه اللي كانوا كيديروا المواكبه مده 4 اشهر، فهي مده غير كافيه لاجراء هذا المشروع هذا. بالفعل اذا وعد الوعد ديالهم راه هما طبقوه معنا. اليوم كنتواجدوا افتتاح ديال هذا المنتزه الترفيهي لمدينه الرحمه، اللي تقريبا كيعرف واحد المساحه شاسعه ديال 4 ديال الهكتارات، اللي كتشرف عليه هي وليه الدار البيضاء صاحبه المشروع، وكذلك الشركه للاسكان اللي كنتمناوه كمجتمع مدني الفاعل والجاد هو التحسيس والتوعيه لجميع الاباء والامهات، باش يبقى هذا المنتجع يبقى في السياره ديالو. وكنتمناوه من جماعه ولا الجهه ولا الولايه باش تكون واحد الشركه اللي كتدبروا بالتنسيق مع المجتمع المدني الرياضي والترفيهي، لانه شفنا بالذات بحال الحديقه ديال الرحمه اللي تعرضت للاتلاف. وكنشكروا موقع انفاس تي في كالسباقه في نشر هذه الحديقه اللي هي المتنفس الوحيد ديال مدينه الرحمه، كنشوفوها تعرضت للاتلاف وتخطيط اموال طائله، هذا الشيء ما كيحز في النفس. اللي ما تيعجبش هو سيدنا الله ينصرو امير المؤمنين، كنتمنوا له الصحه والعافيه، عطي واحد الاولويه لمدينه الرحمه، ولكن مع الاسف كاين الناس اللي الشعار ديالهم هو الخراب. الخراب جمعيات كيدافعوا كيترافعوا، مشكورين جميعا جمعيه المجتمع المدني اللي هازين الوثائق ديالهم كيترافعوا على المتنفس الوحيد اللي عندهم، هي اللي كنديروا اليوم بحضور السيد العامل عام تقريبا النواصر والسيد الباشا والسلطات المحليه والامن الوطني، مشكورين. ولكن اللي تيبقى هذا الشيء ربما واحد الشهر وما نبقى نلقوا والو، لان حنا الشعار ديالنا هو الخراب، الشعار ديال الرحمه هو الخراب، اي حاجه تصوبت كنخربوها حنا وكنشوفوا بعيوننا. ولكن مع الاسف ما عندنا ما نديروا، اللي غنديروا هو التوعيه والتحسين. جميع الجمعيات من مدينه الرحمه خصهم يدافعوا ويترافعوا على هذا المنتزه اللي في الحقيقه ما كاينش بحاله. 4 الهكتارات ملاعب رياضيه، مسباح، كل شيء كاين فينا، حديقه، هذا الشيء هو المتنفس الوحيد ديال مدينه الرحمه. هذا المنتزه كنا كنتسناو من قديم 2014، والحمد لله خرج للوجود بفضل تكاتف الجهود ما بين العماله والجماعه والمجتمع المدني، مشكورين على هذا.